القطاع الصحي في الإمارات أكثر القطاعات التي حظيت برعاية الدولة واهتمامها في سبيل توفير خدمات صحية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال. وهنا وخلال 8 أعوام قدم مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أكبر الصروح الطبية في الإمارات الشمالية، قدم خدمات وقائية وعلاجية فائقة تضاهي ما تقدمه أهم المراكز العلاجية العالمية وأحدثها. في مركز القلب والأوعية الدموية شفنا تقريبا أكثر من 100,000 حالة. طبعا هناك المركز طبعا في عيادات خارجية في موقع القسطرة، سوينا أكثر من 110 جراحة فتح قلب طبعا، والحمد لله تعالى نسبة النجاح ولله الحمد 100%، وهذا يعني نتيجة جيدة ولله الحمد. شيء ثاني بالنسبة لمركز الأورام طب وجراحة الأورام شفنا أكثر من 70,000 حالة. بالنسبة إلى مركز الأعصاب يعني شفنا أكثر من 50,000 مريض في مركز الأعصاب. يضم المستشفى الأجهزة الطبية المتطورة وفق أحدث التقنيات العالمية والتي أسهمت في تحسين تشخيص الأورام السرطانية وعلاجها بشكل دقيق في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي أصبح الذكاء الاصطناعي فيها محركها الأساس. أحدث جهاز للعلاج الإشعاعي وهو جهاز الفيوري، وأيضا يضم أيضا جهاز إلكترا، وحديثا وصلنا هذا الجهاز ولله الحمد، ويعتبر أفضل الأجهزة أيضا للعلاج السرطاني بالأشعة، كون أن عدد الجلسات تكون أقل. كان المريض قبل يعاني أنه يعني محتاج أن يسوي 20-30 جلسة، بالأجهزة هاي يختصرنا إلى نص الجلسات. مستشفى بعيادات تخصصية ومختبرات طبية حديثة وطواقم طبية مؤهلة تواصلت فيه النجاحات حتى نال ثقة المراجعين كمركز طبي متكامل، فاختاروه بديلاً عن رحلات العلاج خارج الدولة. صرح طبي عملاق مثل بلسم شفاء لآلاف المرضى وخفف مشقة الانتقال عليهم عبر ما يقدمه من خدمات علاجية تخصصية متكاملة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي أحمد الطنيجي، رأس الخيمة.